الناشط الإعلامي محمود أبو الشيخ، حدثنا عن أعداد الأهالي الذين احتشدوا اليوم عند معبر السكرية. نعم، بالنسبة للأهالي الذين هم في منطقة معبر السكر والراموسة إلى هذه اللحظة أو من أول أمس هم موجودين في معبر الراموسة، لم يعودوا إلى منازلهم، معظمهم افترشوا الأرض، أعداد هائلة أكثر من 50,000 مدني افترشوا الأرض والآن هم جالسين حتى هذه اللحظة، وأنا أحدثكم في منطقة معبر الراموسة و منطقة السكري، أعداد هائلة لا نستطيع إحصاؤها، معظمهم موجودين لا مياه لا كهرباء لا مواد غذائية لا مواد إغاثية، وضع مأساوي متردد كان بالنسبة للأهالي، يحاولون فقط أن يحاولون أن يتفقوا على بعض الحطب الذي هو متواجد وطبعا مكسور في فعل القصف قوات النظام على المباني المحيطة بهم. إذن هم ينتظرون الخروج، وإلى الآن قوات النظام تعرقل خروجهم ولا تسمح لأحد من هؤلاء بالعبور. طبعا بعد فعل قوات النظام بالامس باحتجاز اكثر من 800 مدني في منطقه 1070 بالقرب من طبعا مناطق سلطات النظام وبالقرب من الجبهات، بعد طبعا احتجازهم وقتل 4 مدنيين واعتقال اكثر من 11 مدني، كان الامر كارثي من قبل طبعا الاهالي، بداوا يتفاوضون بفعل قوات النظام مره اخرى هذا الشيء، طبعا معظم المدنيين الذين هم متواجدين الآن في مدينة حلب نعم، نحن بالأمس سنأتي على هذا جهزوا يوم الأمر، عاصفا. ولكن ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن توقيت بدء إجلاء هؤلاء المدنيين، إضافة إلى المقاتلين أيضا من حلب المحاصرة؟ إلى الآن إيران تعرقل الاتفاق، لم يتم الاتفاق بشكل كامل إلى الآن، لا يوجد هناك توقيت، التوقيت ينتظر عندما يجهز الاتفاق بشكل كامل، لكن الميليشيات الإيرانية إلى هذه اللحظة تعرقل الاتفاق بشأن الجرحى ومدنيين كفريا والفوعة، يطالبون بأعداد هائلة تخرج من كفريا والفوعة مقابل من يخرج من مدينة حلب من المدنيين. نعم، طيب، ألا يوجد لدى الأهالي مخاوف، يعني بالعودة إلى الأهالي، ألا يوجد لديهم مخاوف من تكرار السيناريو الذي حصل أثناء الإجلاء الأخير والاعتداء على القوافل، وأنت تعلم سقط شهداء وأيضا جرحى؟ نعم، أخبرتك أن الأهالي بعد مشاهدة ليلة أمس، وهي ليلة كانت كأشبه بيوم القيامة، معظمهم فقدوا أطفالهم في الطرقات، معظمهم كان الرصاص يمر من جنب رؤوسهم، بعد هذه المشاهدات معظم المدنيين الآن متخوفين بفعل نظام الأسد وإيران وحزب الله، طبعا بفعله كفعل ما سبق بالامس واحتجازه، طبعا هذا الامر الان معظم المدنيين ومعظم العسكريين داخل مدينه حلب يطالبون بتدخل اليو ان الامم المتحده لكي يكون طرف ضامن لكل الناس الذين هم داخل احياء المحاصره، ان كانوا مدنيين وان كانوا ايضا ثوار وان كانوا عسكريين. نعم، محمود أبو الشيخ الناشط الإعلامي، كنت معنا من حلب المحاصرة، شكرا جزيلا لك.